الرئيس الأمريكي هو قائد السلطة التنفيذية والمسؤول عن تنفيذ القوانين الفيدرالية والإشراف على الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى توجيه السياسات الوطنية والخارجية. يلعب الرئيس دوراً محورياً في اقتراح القوانين وتحديد الأولويات السياسية، لكنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس لتمرير أي تشريعات أو سياسات. الميزانية الوطنية تخضع لإشراف الكونغرس، ويجب على الرئيس الحصول على موافقته لتمويل المشاريع الحكومية وتحديد النفقات. يمتلك الكونغرس سلطة عزل الرئيس من منصبه من خلال إجراءات المساءلة في حال ارتكابه مخالفات دستورية أو جنائية. المحكمة العليا تراجع دستورية القرارات الرئاسية والقوانين، وتستطيع إلغاء أي قرار رئاسي إذا تعارض مع الدستور. يعتمد الرئيس على الكونغرس في المسائل الكبرى مثل إعلان الحرب والموافقة على الاتفاقيات الدولية، مما يحقق توازن القوى بين السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية.